عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة يا جماعة معانا حلقة غريبة، حلقة من نوع جديد، حلقة فقط كل التوقعات. معانا نجمة بلا طموح، نجمة ملهاش أي هدف في حياتها غير إنها تاكل أكلة نظيفة وتقعد قدام التلفزيون تتفرج على فيلم لذيذ وتنام، ولادها جنبيها وجوزها جنبيها، ودي الحياة. توقعنا النهاردة إن الفنانة اللي معانا بتترعب من خالها، بتخاف من كل شيء متحرك ملهاش اي علاقه بالحيوانات. طبعا اول ما هتشوف علاء وسعد اكيد هتترعب، كل ده توقعناه، لكن اللي هتشوفوه في الحلقه حاجه ملهاش اي علاقه بالتوقعات اللي توقعناها. تيجوا نشوف ده يا مصطفى لما شافت سعد وعلاء عملت ايه. اعزائي المشاهدين، الحلقه بتاعه النهارده للنجمه المتالقه المتالقه داليا مصطفى. الحقيقه احنا بنحضر في الحلقه دي بقالنا 5 ايام وهي عندها معلومه البرنامج من 5 ايام. سالت على كل حاجه، سالت على الديكور شكله ايه، سالت هتلبس ايه، سالت مين المذيع او المذيعه، سالت ايه الموضوع اللي هتتكلم فيه، لكنها لم تسال عن الاسد. حصر عليها يا حصر عليها، ما جت رجليها ما جت رجليها، حصر عليها يا حصر عليها. وعامله كاريه ومظبطه نفسها. يا اخي الفنانات دول، يا اخي الفنانات دول يا جماعه لما بيلاقوا كاميرا مش ممكن، عندهم مرض بالكاميرا صح، وخصوصا الاناث. الاناث حينما ترى الكاميرا لا تفارقها ابدا. داري مصطفى في مواجهه ملكه الامور. الاسد في حاله تامل مع داليا مصطفى. لا بقول لكم ايه بجد، دي حاجه ما فيهاش هزار. الاسد لمس ارضي تاني. عادل ده انا مصطفى بتحاول تستغيث. لا يا جماعه بجد بص هيك في اني دوري فاهم التاني. هيك طلعت دور غلط، هيك كنت رايحه فين؟ رايحه برنامج. ايوه فاهم. لا اصل في تصوير فيلم اجنبي ففي اسد فعلا، بس المدربه مش خليكي معايا فاهم. لحظه انت يا محمد، يا محمد ايوه المدربه بتاعت لوسيت فين يا فندم؟ طب هيك نادي كده، قول يا ام ايمن كده علي صوتك. هتهزر؟ لا قول يا ام ايمن عشان المدربه اسمها ام ايمن. قولي بسرعه كده، مش هقول. انت اقرب مني، هيك اقرب مني، قولي يا ام ايمن كده. نازل اي حد منك. طب هيك نادي بصوت، انت مين انت؟ هيك نادي بصوت عالي يا فندم. انت مين؟ انا عامل الاسانسير يا فندم. هيك قولي يا ام ايمن بس، قولي يا ام ايمن بصوت عالي. لا يا فندم بجد، هيك معايا يا فندم؟ معاك. طب قولي يا ام ايمن كده بصوت بنفس التون ده، قولي يا ام ايمن كده. هيك سامعاني؟ الاسانسير. طب كويس مصلحه بشرة خير. هيك في الارضي طبعا، ما تحركش. هيك في الارضي، ما تستطرقش. هيك فين دلوقتي فن؟ هيك في اي دور؟ فين يا فن؟ التالت. هيك قدامك ايه دلوقتي؟ قدامي اسد تاني غير الاولاني. لا ده يبقى ده بتاع ابو ايمن. قول يا ابو ايمن كده بس تزرعها. ابو ايمن وابو ايمن. لا هيك نادي. قول يا ابو ايمن كده. لا طب قفل دلوقتي فندم ولا فتح؟ قفل. طب يا فندم بحاول اسحبك يا ده وخليكي معايا ساعديني.
هو احنا فين هنا؟ خليكي معايا. ده انا جبت اللي انت كده هتهزر ولا ايه؟ يا مطافي يا مطافي، واضح الاسانسير عطل. يا مطافي يا جماعه الاسانسير عطل يا جماعه، وفي حد في الاسانسير. يا جماعه حد يساعدنا. هيك نزلت الارض كده ولا ما تهزرش؟ احنا في الدور الثاني لسه. هيك قدام هيك قدام. هيك في الدور الثاني. ايوه عند ام ايمن. طب قول يا ام ايمن. بقولك كده كده اسمه ام ايمن ومصطفى. يا ساعديني ارجوك. هيك قدامك ايه دلوقتي يا فندم؟ تطلعي ايه مجنونه يا فندم؟ ما تحاوليش تطلعي. هيك بتطلعي ولا هيك خرجتي بره الاسانسير؟ انت بخطب الاسانسير زي بني ادم وانا بكلمك بالتليفون. طب خليكي معايا. ايه الذكاء ده يا ربي؟ انت لازم اكون صريح في الحلقه دي، انا مش طايق ده لمصطفى. كلمكم بمنتهى الامانه، لكن نظرا ان برنامجنا بيحتوي على مصداقيه جامده جدا فلازم ابقى صريحه مع المشاهدين. يا جماعه طبعا. ده لمصطفى بلا احساس. احكي لنا دودو ايه يعني ايه انت يعني جوزك لما بيزعلك مثلا بتتخضي منه مثلا ولا يعني بتخافي منه مثلا؟ حد له كلمه عليكي في الحياه؟ ليه يعني؟ اه طبعا اكيد. اه طبعا يعني ممكن حد يقول لك اسكتي في اسكتي مثلا. انت عارف كويس قوي ان انا بخاف. بتخاف من ايه؟ بخاف مثلا من الصوت العالي جدا. اوكي كده. طب ممكن تقول لنا كده في الاول كنا علينا صوتنا وخلاص. للاسف فوق للاسف تحت اللي هو بس عايز اقول لك على حاجه، انت هتبقى فخوره بنفسك يعني. بنفسي بعد الحلقه انا واجهت الحاجات. تيجي نشوف حصل ايه. يلا بينا. انت ممكن تبص هنا وتبص هنا. بص الدخله. ما انا ما حطيتش الكاميرا اللي في المرايه صح؟ لا. تظبيط الشعر. انت ظبطت الحته دي ثلاث مرات. ايه ده؟ قلق. عايز اقول لك الفنانين مرضى بالمرايه. اه صعبه قوي. حاجه الستات كلهم مش الفنانين بس. وبعدين لازم الستات يا اخي تعمل حاجه. شعرها راحت مطلعه الموبايل ما بتكلمش حد بس عادي اللي هو كده. ايه ده بقى؟ كلميني عن ده شويه. لا والله كلميني عن ده شويه بجد. ايه انت ايه بقى اللي لا بجد شفتي اسد رحتي يا اه انا الاول حسيت ان حاجه غلط يعني اكيد جرافيك افتكرت لا اكيد في حاجه لا في حاجه غلط زرافه يعني. لطافه عسليه. بعدين عايز اقول لك على حاجه، الاسد ده احترمك جدا لانه ما بيوقفش لحد. لا والله صح يا جماعه؟ اه والله العظيم طول الوقت مقنتخ كده فاهم؟ محدش عارف يكلم اسد. بس ده خوف صح؟ ايوه كنت قلقانه طبعا. يعني انت بتخافي؟ يا سلام. يعني انت طبيعيه زينا؟ يا ناوي لحظه واحده، لو الطبنجه دي في وشك هتخافي؟ لا عشان عارفه انك مش هتقتلني. بجد؟ لا طب ده في رصاص وهي متعمره اهي، انت مش خايفه كده؟ كذاب ناوي. اه والله العظيم ما تحلفش بالعظيم. اهو بصي عشان اكون صريح معاك اهي. ما تهزرش، ما بحبش اللعب بقى خالص بالمسدسات. لا بجد بجد كده خايفه؟ بجد كده خايفه بجد؟ بطل. لا يا بنت ده انا بفيدك، اصل الناس كده بعد الحلقه دي هتقول انها بلا احساس. خايفه؟ لا مش ده عادي خايفه كده صح؟ لا مش ده يا راجل بلاش نعمل ايه يا راجل؟ نعمل ايه؟ حرقت جنبنا في ناس في العربيات فوق. نبدأ الحلقة بقى كلين. أنا كده صفيت. أنا كده عديت. حرام. أنت مجنون. لو ما خفتيش من البرنامج احنا فشلنا. لا لا احنا فشلنا. رامز رامز. خافي. رامز خاف يا شيخة. خاف. أعمل لك إيه؟ أنا بفيدك يا داليا والله. عايزه تظبطي مكياج؟ لا انت هتتنرفزي عليا؟
هتنرفز عليا؟ اقعدي اقعدي رامز رامز امك يا رامز اقعدي على الكنبه في النص انسى بيبن لابسيني بتاعت عشان بجد بكره شمالك شويه شمالك شويه شمالك شويه شمالك شويه ما تنرفز ده بينرفزني ده بينرفزني ده بينرفزني ما بياكلش معاك الكلام ده والاستنجاب بعد ما شفنا ما ياكلش حرام عليك يا رامز يا شيخ حرام عليك ده في عايز اقول لك على حاجه في ست انفار قاعدين فوق الاساسين بيطلعوك وينزلوك قال لك يا بيدي طوبه مفيش اي حاجه وصلنا لمرحله ان احنا قلنا يا جماعه فكوا الاسد خلاص انت بقى لو فكت الاسد انا كنت هفك اه والله والله بحترم جدا تخاف يعني لازم نفك الاسد عشان تخافي اخاف من ايه وهو مربوط طب سؤال وانت مواجهاني دلوقتي لو فجاه دورتي لقيت الاسد سايب لا لا ما تلفيش ما تلفيش ما تلفيش لقيت هتخافي اه طبعا هخاف بجد والنبي طبعا ده شيء يخوفك اه اعتبر ده وعد اه اوكي طب يلا يا جماعه استنى 1 2 3 تعالى جامده ده لما صبا يا جماعه لا 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 ل